السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد ماتريكس. رجعت لكم فيديو جديد، والنهاردة هنعمل وهنتعلم حاجات ازاي هتبرمج كل حاجة في المرسيدس. أنا هقدم لكم مجموعة فيديوهات عن البرمجة. ناس من المتابعين كتب لي عن طريق برمجة القفش السيارة والأبواب، إن كنت وريت ازاي بتقدر تبرمجها في فيديو من الفيديوهات بتاعتي، وهو كان سأل ازاي تعمل صوت، ازاي تخلي لما تفتح السيارة بتاعتك تعمل صوت مع التلاكس، تدي صوت، او لما تيجي تفتحها تفتح السيارة او تقفل السيارة. جميل. في الفيديو بتاع النهاردة الصغير هوريكو ازاي تقدر تبرمج تعمل صوت مع القفل والفتح بتاع السيارة. دي اول حاجة، يعني بتمنى من الله ان انتوا تدعموني في القناة بتاعتي عشان الاستمرارية، بين مشاركة الفيديو وسبسكرايب وشير عشان خاطر يوصل كل جديد ليكم وللناس كلها تستفيد ان شاء الله. نبدأ الفيديو بتاعنا. هنبدأ الفيديو بتاعنا، احنا في بنتكلم على جميع سيارات مرسيدس. عندك اول حاجة انت بتضغط على المفتاح اليسار، لما بتضغط عليه بيجي لك عندك هنا الاختيارات اللي انت بتختارها تقدر منها. طبعا بتدوس عليه وبعدين انت بتختار من اليمين او الشمال، عاوز لحد ما توصل عند سيرفيس. دي بعدين اشرح لكم كمان عن موضوع السيرفيس، لازم بسرعة. بعدين اينشتيلونج او سيتينج، تنزل تحت على فارتسوك. طبعا عندك هنا دي لو عندك الكيلومترات انت عاوز تغيرها، هبقى اشرح لكم كمان عليها ان شاء الله في فيديو تاني. تنزل تحت بالسهم اللي تحت لحد ما توصل عند اكويست شليسن. هنا ده عندك انت لو دوست اوكي كده انا عندي اتفعلت، بحيث ان هي لما تقفل السيارة تعمل معاك صوت. اوكي، بعد ما خلاص عملت عليها اوكي انا هقفل، هطلع بره تاني خالص. عندي من هنا الزرار ده بتاع الخروج، ده برجع منه. جميل. بعد كده انا خلصت، هعمل ايه حاليا؟ هطلع من العربية، هقفل عربيتي وبعدين هاجي اروح اقفل على صار شوية، بعدين هاجي اروح اقفل على السيارة. كده عملت صوت في القفل وكمان في الفتح عندي الصوت مع التلاكس. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش مشاركة الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل هو جديد بالنسبة لسيارات مرسيدس. اراكم في الفيديو القادم، مع تحيات احمد ماتريكس. السلام عليكم.